أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم خالد، تفضلي يا أختي أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفعي صوتك شوي لو سمحتي. السلام عليكم. عليكم السلام. أبغى أسأل فضيلة الشيخ. عليكم السلام. نعم. الله خير. نعم. أنا عندي ذهب بعته لعلاج زوجي، ويتوفى قبل ما أصرف المبلغ. حال عليه الحول يعني 6000. نعم. حال عليه زكاة، وكم يعني أستخرج له عليه زكاة؟ فضيلة الشيخ تقول عندها ذهب باعته لعلاج زوجها ويقدر ب6000 ريال، وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ نعم. تقول عندها ذهب. تقول اي نعم يا شيخ، عندها ذهب باعته لعلاج زوجها ويقدر ب6000 ريال، هل عليه زكاة؟ نعم، إذا بقي عندها من قيمته شيء وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، نعم، فإنها تجب فيها الزكاة. أما من صرف من ثمن الذهب قبل تمام الحول عليه فليس فيه شيء. نعم.